بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أولا وحن هل كان سلام قيام بدن أسوق بنا يا مامورها إسولك عن دح جوجنو صاحبك أستاذ جبهت يا مامورها يا شكلة اسمها جودة وحبر الشدة قبل كبنادر ومدبة كشقينا بهذا وحبر الشدة امتحانات كان يقدم كحان كارمها بالشدة ورنتي شقع ولسسونا كقبتي صاحبك يدق علينا جنرالك في أقاسم ياشا يقدميها دقمدي سان جوغنو انت وحان لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب وحان ما انت فرحض نوعه ان امتحانك سديداتك يعني كدافرني اسقول كبارب درف كدركين لي كوي لي inaan ka daafurnay fursad ay noo tahay imtixaankii waa inoo furan yahay ubadkana waxaan ilaahay uga baraynaa ilaahay imtixaanaadka u fududeeyo qof kasto soomaali ah hadii la sheegayo waxaan dareemayaa runtii markii 30,000 iyo dhowr ayeen caruurta imtixaanka galeyso oo 13,000 ay gabdho yihiin 17,000 ay wiilal yihiin waxaad moodaa gabdhihii wiilash inay iska soo gadhow yihiin laakiin berigii hore ilmaha guriga gabdhaha guriga inoo joogi jireen guryaha lagu xili jiray ragga unbaa waxbarashada loo diri jiray laakiin waxaad moodaa hadda beeskii guryaha oo hooyooyinka ah in tacliintii lagula dadaalayo taasna guul ayay noo tahay haddaannahay soomaali runtii waa horumar aan gaarnay marka maraaxisha laysaga gudbo waa hoose iyo dhexe iyo sare iyo jaamacad iyo wixii kasii sarreeyaba marka waxaan joognaa dhexe ayaan joognaa waxaan leenahay ilaahay u fududeeyo امتحانكين ونوفرين هاي اقاس المشاقات قبتين وكما سنتهين جهدكين ان الهي ذنكو قرب قلو لذلك ادودين وحان رجينينا ان شاء الله ان امتحانات كاسي ادي اد لو قاعد دالت فرو نشان اللقو هايو انكستو مارك تان اسلان هاي وقت بادن اي وباهنت هاي شاقة بادن ايا اللي قلي دونا شاقة داسن وحان الله ان هاي هلسي فرصة وحايا الوا مرحلة كحر المستقبل كأوبت كينا كحر مرك ان شاء الله اذا سنحن رجينا ان لو قد ذال دونه واما سنتين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كفرحي اهل كاغا اصحاب هذا يقرب ضاض ولا سودك ابك ذهب شيل سياد سفود لعقو قدرته مرك ادل سودك تو ابلكيشن كذهب شيل اد لعك دريسو استعمال كورك خدمه الان تي تري فري او كو سهليه ان ستحت تشير او غوري اي اد لعك دريسو ان وخدمه اه لغا قادي ذهب شيل هول فضيديها جمال يديد.